ازيكم يا شباب، هنتكلم النهارده عن الـ irrigation of ear and installing optic medications، اللي هو ازاي نعمل ear wash وازاي ندي medication في الـ ear. دي محاضرة clinical procedure للفرقة التانية كلية تمريض جامعة بنها. هكون معاكم الدكتور روان محمد مرسي، هنشرح مع بعض الجزء النظري من الـ procedure، وفي فيديو تاني للجزء الـ practice. اول حاجه هنعرفها عندنا الاوتلاينز، هناخد يعني ايه هو يعني ايه الاير اريجيشن، ايه هي الكونترا انديكيشن للاير اريجيشن، ايه الريسكس اوف الاير اريجيشن، هو تريتمنت اوبشنز اند بريكوشن، ايه هي التايب اوف سوليوشن يوز اللي انا بستخدمها بعمل بيها الاير اريجيشن ده. كمان هنعرف ايه هي البريكوشن تو سيفلي سيرنجينج الاير واكس، ان انا اقدر اعمل الاير اريجيشن دوت او اعمل ريموفال الاير اريجيشن بطريقه سيفتي اكتر. البري بروسيجر اوف الاير اريجيشن المفروض ان انا هعمل ايه، البروسيجر اوف الاير اريجيشن طبعا هناخدها، والبوست بروسيجر للاير اريجيشن، وامتى اعمل ريفيرال للاي ان تي سبيشالست، وازاي اعمل انسترينج الاوبتيك ميديكيشن. نبدا عندنا بالانترودكشن. المفروض ان احنا عارفين ان الطبيعي ان الاير بتفرز الواكس، عشان هو طبيعي موجود في الاير، بيعمل لي بروتكشن ويعمل لي لوبريكيشن ليها، كمان بيمنع الدبرايز اي شوائب او اي جسم غريب موجود في الاذن هو يوصل لجوه الاذن او للاير درام. خلاص، كمان بيمنع الايه الميكروبانزم انها تنمو وتتكاثر في الاذن، لو بيمسك في اي جسم غريب موجود في الايه في الاير. وبيكون الكميه بتاعه الاير واكس ديت بتكون اندر كنترول، يعني كميه معتدله، مش كتيره ان هي تعمل لي ديفنس او تاثر على الهيرنج، ولا قليلة جدا مش موجودة. الثيرمال اكيوميليشن از نورمال اند دازنت ريكواير تريتمنت، طبيعي ان يكون موجود، وطبيعي ان يكون فيه تراكم شوية للايه الواكس في الاير، unless لو كان ايه سيمتوماتيك، لو عمل لي اعراض زي مثلا ديفنس بدأ يأثر لي على او بقى فيه هيرنج لوس او بقى فيه اتشنج او اي كومبليكيشن من الايه من وجود الواكس ده. خلاص، الواكس از يوزوالي ديسكرايبد از امباكتد، امتى اقول ان في بقى في مشكله او ان الواكس ده امباكتد او موجود بقى وكسره في الاير، لو انا جيت اعمل اكزامينشن للاير وما كنتش قادره اشوف الاير درام اللي هو التيمبانيك ميمبرين دوت الغشاء اللي محيط بالايه بطبقه الاذن، لو انا ما قدرتش اشوفه معنى كده ان في ايه اير واكس امباكت في الاير، وان هو كده غالبا بيكون سيمتوماتيك، يعني بيكون معاه سيمتومز ايه تانية، فعشان كده لازم اعمل انترفنشن. هنبدأ نتكلم عن الاريجيشن، بس قبل ما نتكلم عن الاريجيشن هقول لكم بس وصف سريع كده لشكل الاير. احنا عندنا الاير بتتكون من ثلاث اجزاء، في عندنا اللي هو الاكسترنال اير اللي هي الاذن الخارجيه والاذن الوسطى والاذن الداخليه، ده كده بالترتيب من بره لجوه. عندنا اذن خارجيه هي دي اللي احنا بنتعامل معاها بنعمل فيها الاريجيشن، تمام، بتتكون من ثلاث اجزاء، اللي هو اول حاجه اللي هي البنه اللي هي الصوان بتاع الاذن اللي هو بيبقى شكل حلزوني شويه او شكل قوقعه وشكله كده عشان يجمع معايا الاصوات واقدر اسمع الصوت بوضوح. بعد كده في عندي قناه كده موصله من البنه دي للاير درام اللي هي للطبله، بقول عليها ايه الاوديتوري كانال، بس هي اكسترنال اللي هي في الاذن الخارجيه، يبقى اقول عليها اكسترنال اوديتوري كانال، دي عباره عن قناه الجزء الواصل ما بين الصوان الاذن دوت لحد الايه الاير درام جوه، واخر جزء عندي اللي هو الايه الاير درام اللي هو ايه طبله الاذن، دي بيكون بدايه كمان ايه الجزء بقى او الجزء في الايه في الاذن الوسطى. تمام، المفروض ان انا بعمل الاريجيشن دوت بيكون فين في الاكسترنال اوديتوري كانال دوت، لان ده اللي الجزء اللي بيجمع فيه الايه الاير واكس. فالاريجيشن بالاكسترنال اوديتوري كانال دوت are ordinarily performed for cleaning purpose، طبعا بعمل irrigation يعني wash عشان اعمل cleaning لمين ال external auditory canal دي، غالبا بيكون طولها حوالي من 2 ل 3 سنتي. خلاص، بستخدم فيها في الوش دوت، بستخدم فيه يا اما normal saline، تمام، يا اما بستخدم antiseptic solution لو كان ل purpose تاني، لو كان في infection او حاجة فانا بستخدم antiseptic solution، ولازم احافظ على التمبريتشر بتاعه الصلاين بتاعي او السوليوشن بتاعي بيكون في درجه ادفى شويه من درجه حراره الجسم، يعني 37 37.5، خلاص،
عشان لما بعمل الاريجيشن لو عملت اريجيشن بكولد سوليوشن هيعمل لي ايه؟ هيعمل لي استيميوليشن ل المجسات او مستقبلات الاحساس عندي او التوازن الموجوده في الايد، ممكن يعمل له ديزنس، يعمل له دوخه، هتبقى طبعا بينفول وديسكمفورت بالنسبه للبيشنت. كمان ممكن تعمل له ايه؟ يعمل له اضطراب شويه في الاتزان تمبرري مؤقتا يعني خلاص. فانا بختار ان الايه، ان السوليوشن بتاعي يكون وورم. كمان بستخدم فيها سيرنج معينه هوريكم شكلها دلوقتي، بس هي بتبقى كده جاهزه تمام، بيبقى موجود فيها كل الايكوبمنت عندي اللي بستخدمها للاير اريجيشن، من ضمنهم ايه؟ سيرنج اسمها بالب سيرنج، دي بستخدمها وبيكون ليها دي طبعا بحطها عند التب بتاعي الاير، يعني بحطها ايه في القمه خالص بتاعه الايه، بحط بدايتها عند القمه بتاعه الايه الاودوري كانال دي عشان تساعدني بالذات لو هعمل بيها اريجيشن، انما مش بحطها في النص ولا بقفل بيها الاير درام الاودوري كانال كلها، لا بحطها فوق خالص وبتبقى بره، يعني مثلا هي طولها من 2 ل 3 سم، انا بحطها في اول تلت خالص من الاير درام من الاودوري كانال سوري خلاص، بحطها فيها وببدا اعمل ايه الاريجيشن بتاعي عشان يساعد على خروج الايه الواكس معايا. نيجي عندنا للديفينيشن للاير اريجيشن، هي عباره عن روتين بروسيجر يوز تو ريموف اكسس اير واكس او سيرمون اند فورين ماتيريال فروم ذا اير، بستخدمها عشان اعمل كليننج للايه للاير من الاير واكس. في النورمال كونديشن هي طبعا دي ميديكال بروسيجر، الطبيعي ان في النورمال بروسيجر او في النورمال كونديشن سوري ان البودي بيحافظ على ايه، على الاماونت اوف اير واكس اندر كنترول، لو بقت تو ماتش اير واكس هيبقى هاردند اكتر، هتبقى صلبه اكتر، كتله الشمع دي تبقى صلبه جدا وهتعمل لي بلوكج في الاير وتعمل لي معاها الايه الكومبليكيشن الثانيه او السايد افكت الثانيه، زي ان يبقى في تمبرال هيرنج لوس، حاسس بصوت في ودانه، في بين في الاذن، ممكن يبقى في كمان اتشنج فيها. كمان الاير واكس اريجيشن كان بي دون باي دكتور اور ات هوم يوزنج الاريجيشن كيت اللي هوريكم صورتها دلوقتي، بيكون فيها البالب سيرنج، البالب سيرنج دي بيكون فيها التب بتاعتها بتكون مدوره شويه عشان تمنع ان يحصل ليها ما يبقاش ما تبقاش انجيجد قوي في الاير، ما تقفليش الاودوري كانال، لا انا عايزاها تبقى مدوره عشان تمنع انها تتحشر في الاذن وكمان تخرج معايا السوليوشن من ناحيه، والناحيه الثانيه تسمح لي بخروج الايه الاير واي. ده شكل الكيت، ده شكل الكيت اللي بعمل بيها الاريجيشن. طبعا عندي فيها في عندي بقى الجزء، عندي السيرنج بالب اهيت هي المدوره دي، دي بستخدم معاها، في عندي اقماع كتيره فوق اهيت بستخدمها بركبها عليها، وفي عندي الكونتينر دوت بحطه تحت الاير وانا بعمل ووش وابدا اعمل احط السوليوشن بتاعي في الكونتينر الثاني، ببدا اعمل له ايه، اعمل له بوش في الاير. هنا عندنا الكومن سيمتومز للاير واكس، لو كان في تراكم يعني اير واكس في الاير، هيبقى في تمبرري هيرنج لوس، مثلا حاسس ان هو مش سامع كويس، حاسس ان ودانه مسدوده، يكون طبعا في اير بين، ممكن يبقى في اتشنج او فولنس، حاسس ان هو عايز يهرش ودانه، عنده ديزنس لان طبعا الاذن مسؤول عن التوازن، الاذن الداخليه ممكن يدوخ شويه، ممكن يكون في تينيتس اللي هو طنين في الاذن، او ريفلكس كاف اللي هو لما بيجي يكح مثلا بيلاقي ان الكحه بتسمع في ودانه. طبعا الانديكيشن بتاعتنا للاريجيشن خلاص معروفه ان هي دون تو كلين الايه اكسترنال اوديتري كانال، او ان انا بعمل بيها سوفتن لاند ريموف الامباكت الاير واكس. الامباكت الاير واكس ده بيكون شمع متجمع بيبقى كتله هارد كده، المفروض انا بستخدم بعمل بقى الاير ووش عشان يا اما اعمل سوفتن ليها، ابدا ان انا اخليها سوفت شويه، او ابدا ان انا اكسر منها اجزاء فيخرج معايا اسهل شويه في خروج الاير واكس ده تمام. او تو ديسلودج للفورين بودي، ان انا ببدا ان انا بحرك بيها لو في فورين بودي اي جسم غريب في الاير، ببدا ان انا احركه من مكانه او اقلبه بمعنى اصح،
من مكانه and administer antibiotic او medication. يبقى انا بعمله عشان اعمل كليننج الاير سواء من الاير واد او لو كان في فورين بودي او لو هدي ميديكيشن وانتيبيوتيك. بعد كده عندنا الكونترا انديكيشن امتى بقى ما اعملش الاير اريجيشن ده. قالك اول حاجه لو كان في فورين ماتر في جسم غريب ذات سويلنج از بريزنت ان ذا اير. لو كان الفورين بودي ده عامل لي سويلنج في اير يعني الاذن محتقنه ومورمه وهي فيها الفورين بودي ده ما اقدرش اعمل اير اريجيشن. كمان لو كان الفورين بودي دوت عباره عن مثلا حبوب مثلا زي الذره او البسله الحاجات اللي انا لو اتعاملت معاها بالميه حجمها هيزيد تمام، فانا مش هقدر اعمل اريجيشن ليها لان حجمها هيزيد وهتبدا تبقى امباكتد اكتر في الاير، فده برضو كونترا انديكيتد معايا في الاير وور. كمان عندنا لو كان في اير درام بانكتشرد، لو كان في ايه لو كان في ثقب في طبلة الاذن طبعا الريديشن هنا ممنوع لان انا هعمل لو في انفكشن مثلا في الاكسترنال اير وانا عملت اير ووش ليها هيدخل معايا الانفكشن للميدل اير، هيعملي طبعا انفكشن بيتأثر على الايه على التوازن عندي وهتنقلي الانفكشن من الايه من الاكسترنال اير للميدل اير. كمان لو كان في كونتينوت بالج يعني ايه بالج، لو كان في انتفاخ في الاير درام انا شايف في الطبله كده لقيت فيها انتفاخ ده معناه ان في عندي سويلنج او في متجمع عندي باص او فلويد في الميدل اير، فانا برضو كونترا انديكيتد ان انا استخدم فيها الايه الاير اريجيشن. اول حاجه عندنا في الريسك للاير اريجيشن طبعا عندي مخاطر ليها، اشهر حاجه في الاير اريجيشن الانفكشن ان يحصل معايا انفكشن سواء بقى كان في الاوتايت اكسترنال اللي هو حصل عندي انفكشن او التهاب في الاذن الخارجيه، دي طبعا كومن كومبليكيشن طبعا. ديت طبعا الانفلاميشن دي تعمل لي انفكشن، الانفكشن ديت ممكن تنقل عندي زي ما قلنا للميدل اير فتعمل لي كمان ايه انفكشن، وديت طبعا اكتر حاجه كومن انها تحصل في الاير اريجيشن. تاني حاجه عندي ممكن يحصل ايه بيرفوريتد اير دام اير دروم ان يحصل عندي ثقب في الاذن، ده طبعا ناتج من ان انا يا اما بستخدم التكنيك بتاعي غلط في ان انا بحط السيرنج في مكان غلط وانا بعمل اير اريجيشن، يا اما ان انا بعمل البوشنج بتاع السوليوشن في الاير كان عالي جدا او قوي جدا، عشان كده ولما نيجي نحط السيرنج بنحطها في التب في اعلى الاير بتاعتي في اعلى الاوديتري كانال عشان ما يبقاش البوشنج او الدفع دايركت على طول على الاير واكس، ما ينفعش ان انا اعمل اير واكس الدفع ده، لا بيبقى من فوق الاير واكس ببدا اعمل ايه الاريجيشن بتاعي. لو انا عملته على الاير واكس مباشره اول حاجه هيبقى مور امباكتد، انا مش هقدر ان انا اخرجه، لا انا هخليه مور امباكتد هخليه يتحشر اكتر في الودان ويرجع اكتر على الاير درام، هيعمل لي ضغط عليها اكتر يعمل لي رابتشر او بانكتشر للاير درام. في عندنا رير كومبليكيشن مش بتحصل لكل الناس بس وارد انها تحصل زي الفيرتيجو، دوت عبارة عن احساس بالدوار، حاسس بقى ان كل حاجة بتدور حواليه كل حاجة حواليه بتدور في شكل دايرة وبيبقى عنده كمان loss of balance مش متوازن، ممكن طبعا يبقى temporary او لا. الديفنس عندنا ممكن يحصل له صمم او مبقاش سامع سواء بقى كان permanent او temporary مؤقتا او دائم. يعني عندنا الكومن سايد افكت بقى بتاعت الاير اريجيشن، عندنا ممكن يبقى فيه تمبرالي ديزنس يبقى فيه دوخه شويه الاير كانال ديسكمفورت او بين بعد الوش بقى ممكن يبقى حاسس مش مرتاح شويه، لا في الم بسيط تينيتس اللي يكون فيه صوت طنين او رينجينج في الاير زي ايه رنين او اصوات في الاذن. نيجي بعد كده للتريتمنت اوبشن، الفيرست لاين اوبشن بتاعي للتريتمنت لواحد عنده سيمتوماتيك بيشنت عنده سيمتومز ان انا اعمل اديله ايه ثيرمونوليتيك. يعني ايه ثيرمونوليتيك؟ يعني بديله حاجات تبدا انها تحلل عندي الماده الشمعيه الموجوده في الاير تخليها ايه مش مترابطه مع بعضها، تخليها سوفت اكتر، تخليها يعني لينه اكتر، فانا بستخدم الايه الثيرمونوليتيك ايجنت ده اللي احنا بنقول عليه اللي هو الاير دروبس اللي هو نقط الايه الاذن. طبعا ديت اول حاجه بستخدمها عشان
بتزود معايا فرص نجاح الايه الاريجيشن بعد كده، لما اجي اعمل له اخلي الواكس اللي موجود في الاير دوت مور سوفت و يعني مور سوفت اكتر، هيسهل معايا خروج الايه الاير واكس دوت بسهوله اكتر مع الايه مع الاريجيشن. طبعا لازم اقول للبيشنت ان هو ما يستخدمش او ما شجعوش ان هو يستخدم اللي هو الكوتن باز اللي هي السلكات بتاعت الاير دي، لان هي ممكن على الاستخدام المفروض ان هي اللي احنا بنستخدمها غلط، ان هو ممكن بستخدمها جوه الاير الاوديتري كمان، دي طبعا ممكن تعمل لي الاير تخليه مور امباكتد، يعني هو بيعمل كليننج كده بيخليه مور امباكتد، بيتحشر اكتر جوه الاير ايه جوه الاير عندنا. فانا بخليه لا، انا بقوله ان هي بتستخدمها بس في الايه في الجزء الاكسترنال من الاير اللي هو في البنة بس من بره كده ايه عند الاير. طيب ايه هي السوليوشن اللي انا بستخدمها ان انا بعمل بيها سوفتن او سيرمنتك؟ اول حاجه ممكن استخدم ايه حاجات ناتشرال اويلز اللي هي الزيوت الطبيعيه، زي مثلا اوليف اويل، بيبي اويل، مينرال اويل، زيت الزيتون، الحاجات دي هتبقى نون اريتيتنج، مش هتبقى متعبه او مش هتبقى ديسكومفورت، مش هتعمل ديسكومفورت بالنسبه للبيشن، تمام، لانها حاجات طبيعيه. خلاص هبدأ ان انا استخدمها كالترنيتيف ريميدي، يعني ايه كعلاج بديل ملطف كده عشان اعمل بيها سوفتن للاير واكس. هبدأ ان انا احطها في الاير اللي هي الافكتد اير، تمام، وهسيبها فور فيو مينت، تمام، لحد ما اتاكد ان خلاص هي بقت سوكت بالاويل وخلاص سابت فتره. هبدأ ان انا اقول للبيشنت ان هو ينام على الاذر سايد، يعني خلي اللي هي الاير اللي هي الافكتد ينام عليها، وبحط تحته سوفت كلوث عشان اعمل ايه اسمح ان هو يعمل درينج اوت للايه للاكسترا اويل ده. كمان ممكن ان انا استخدم سولت ووتر برضه نفس الطريقه، كيستخدمها برضه كاير دروبس، بتعمل لي سوفت برضه وبتساعد على الموفينج للواكس، واحطها برضه فور فيو مينت من 3 لـ5 دقايق تقريبا. وبعدين بقول البيشنت برضو يخلي الاير اللي هي الافكتد تبقى فيس داون عشان تعمل ايه ريموفنج الاكسترا سولت ووتر دي، واعمل بعد كده ايه كلين للاير اكسترنال اير ويز ايه سوفت كلوز. تالت حاجه ممكن استخدمها ان انا ممكن استخدم ايه ميكشر عباره عن خليط كده او سوليوشن، ممكن استخدم الهيدروجين بيروكسيد اند ميكشر اوف فينجر اند روبينج الكحول، ممكن استخدم عباره عن ميكس ما بين الخل والكحول اللي هو كعلاج بديل برضو، بيستخدم بقى بس دوت مور افكتيف شويه، فبيعمل لي ريموفنج للاير واكس، بس ممكن يبقى عند بعض الناس ريتيتنج شويه. بستخدمه طبعا دايما ايه الاير درام عندي انتاكت ما فيهاش اي سقط او بعد كده عندنا بريكوشن عشان تو سيفلي سيرنج الاير واكس، عشان اعمل الريموفنج الاير واكس بامان اكتر. اول حاجه لازم ان انا اعمل ايه اعلم البيشنت ان هو ازاي يعمل سيلف كليننج للاير بتاعته، ايه هو السيلف كليننج ميكانيزم، وان هو اقول له ان هو ما يستخدمش اي ثينج تو ريموف الاير واكس من الايه من الاير كانال. احنا قلنا اخر البيشنت ان هو يتعامل مثلا باللي هو الاير بودز ديت في الاكسترنال بينا بس خلاص، انما ما يدخلش اي حاجه في الايه في الاوديتري كانال. كمان البيشنت شود بي فيرست تو بي انكارج تو اي تو يوز الاير دروبس، ان هو يستخدم طبعا النقط في الاذن عشان تعمل لي ايه سوفتن الواكس، فيسهل معايا خروج الايه الواكس. كمان عندنا الريديشن او الاير سيرنين شود بي بيرفورمد افتر تيكينج، باخد من البيشنت 3 حاجات قبل ما اعمل له الايه الاير ووش ده. اول حاجه لازم اخد منه فول هيستوري، تمام، وقبل ما اعمل له الايه الاير ريديشن كمان بعرف منه بعمل له قصدي سوري الاير اكزامينشن بالاوسكوب، لازم افحص الاير طبعا اتاكد ان مفيش فيها سويلنج، اتاكد ان انه اشوف هل هينفع ان انا اعمل له اير اريجيشن ولا لا، اشوف لون الاير درام متغير ولا لا، لو كان في انفكشن اشوف هتعامل معاه ازاي، احط سترايل سوليوشن ولا احط حاجه انتي بكتيريا.
واخر حاجه ان انا هشرح له ايه هي الكومبليكيشن اللي ممكن تحصل بعد الاير ووش. كمان ان انا بفوت بعمل الاريجيشن دوت بستخدم سيرنج حوالي 20 سنتي، وبستخدم فيها ايه سترايل ووتر، وبتكون ايه وورم خلاص. طبعا ده بيفضل ان انا استخدم ميه عاديه من الحنفيه عشان لو كان في بكتيريا، وبتقلل معايا الايه الريسك فور انفكشن. كمان عندنا المفروض ان انا بستخدم التيب بتاع السيرنج shouldn't pass ال outer third of a of the ear، متعديش حوالي اول ثلث من الايه من الاير. طبعا لو السيرنج بتاعتنا اللي بنستخدمها بيكون اولها نوج او مدوره، الحرف بتاعها او التيب بتاعتها مدوره عشان تساعد انها ما تدخلش قوي جوه الاير كمان. تمام. كمان لازم اعمل ايه تيست immediately if the patient experience pain او bleeding of care، توقف على طول البروسيدجر بتاعتك لو لقيت البيشنت عندك حاسس ببين او حصل بليدنج. تمام. طبعا بيبقى في ميكانيكال جيت اريجيشن بقى افيلابل لو حصل اي كومبليكيشن. يعني افتر بروسيدجر بقى بعمل تاني اكزامينيشن للاكسترنال كانال والتمبانيك ممبرين، بتاكد ان كل حاجه كويسه ما حصلش بانكشر، اتاكد ان انا خلاص عملت ريموفنج للواكس، ابدا اعمل بقى الدوكيومنتيشن للبروسيدجر، وكمان بخلي البيشنت يعمل لي الكونسنت بتاعته. وبعمل بري بوست اكزامينشن ايه فايندينج بسجلها عندي. عندنا في البري بروسيدجر قبل البروسيدجر قلنا بنعمل 3 حاجات، بناخد الهيستوري وبنعمل اكزامينشن وبقول البيشنت الكومبليكيشن من البروسيدجر. طيب اول حاجه بقى اللي هو قلنا عليها ايه هو الاوتوسكوب، فور بعمل بيه الاوتوسكوب ده بعمل بيه اكزامينشن. الاوتوسكوب ده عباره عن انسترومنت يوزد تو فيو ذا اكسترنال اوديتري كانال، هي عباره عن اداه بستخدمها عشان اشوف فيها الايه الاوديتري كانال. فيها سبيكولم اللي هو عباره عن منظار بيبقى اتاتش بيها، بيسمح لي ان انا بيوفر لي ان انا اشوف ايه الاكسترنال اير كانال ديت، وبيوفر لي جود فيو فيها عشان اشوف لو في انفكشن او انفلاميشن. كمان في البري بروسيدجر لازم استخدم وورم اند تيست سوليوشن، بستخدم سوليوشن وورم واعمل له تيست. قلنا التمبرتشر بتاعة السوليوشن بتبقى حوالي من 37 37.5، يعني ليتل وورمر زي النورمال بودي تمبرتشر. تمام. كمان بعمل تيست للتمبرتشر بتاع السوليوشن دوت عن طريق ان انا بعمل allowing small amount of fluid to run on the inner aspect of the wrist، ان انا بخلي كمية صغيرة من السوليوشن دوت بحطها على الايه على الريسك من ناحيه جوه عشان يبقى فيها الايه هنكتب الاحساس على شويه، فاعرف اعمل ايه اعمل تيست للتمبرتشر كويس. بعد كده المفروض ان اعمل انسيرت للاتوسكوب سبيكولوم انتر اكسترنال كانال عن طريق ان انا بخلي البيشنت ايه تو اسيوم البوزيشن، هخليه يقعد في بوزيشن اللي هو بيسمح لي ايه ان يبقى فيه جود فيو للاوديتري كانال. خلاص بخلي البيشنت هيد سلايتلي تيل توورد الاوبزيت شولدر، انا مثلا انا بقعد ناحيه الافكتد اير او الاير اللي هعمل فيها اكزامينيشن، بخلي راسه مميله شويه ناحيه الايه الشولدر التاني كتفه التاني. تمام. طيب وكمان بخلي بعمل ايه بعمل ستريتن للاكسترنال كانال باي جنتل بولينج الاير ابورد اند باكورد فور ادلت، بحاول ان انا اخلي الاوديتال كانال دي مستقيمه عشان اشوف كويس، فبشد الايه البنه او الصوان بتاع الاذن دوت شويه ابورد وباكورد لفوق والورا في الادلت، وداون وورد وباكورد فور ايه فور تشايلد في الاطفال، بشد الايه الصوان بتاع الاذن دوت لتحت والورا في الاطفال. كمان بعد كده بيبدا يشغل الاوتوسكوب لايت، وبعمل انسيرت السبيكولوم في الاوبننج بتاعه الاير. ده الشكل عندنا، هو طبعا بيعمل لها بولينج ابورد وباكورد في الادلت، وفي الشالت بعملها داون وورد وباكورد. كمان بنعمل اوبزرف للاكسترنال اير كانال اند تمبانيك ممبرين فور ابنورماليتيز، لو لقيت مثلا الاكسترنال اير كانال فيها ريدنس فيها سويلنج في فورين بودي او درينج في اكسوديت خارجه من الاير او سائل، طبعا ده بعمل له دوكيومنتيشن طبعا.
كمان بشوف التيمبانيك ممبرين فور بالجنج لو كان في انتفاخ مثلا او بيرفوريشن في ثقب او في كولر تشينج، لو كان في مثلا الوان بقى احمر اصفر ازرق للممبرين دوت انديكيت ايه ديزيز او انفكشن. امتى بعمل البيشنت ريفيرال تو اي ان تي سبيشالست؟ اول حاجه لو حصل بين او بليدنج وانا بعمل الريجيشن، لو كان في فيلير تو ريموف السيرم وما قدرتش ان انا اخرج الشمع دوت افتر مالتيبل اتيمبت بعد محاولات كتيره، طبعا بيبقى قبلها قبل ما اعمل ريموفنج بعمل له ايه بعمل له واكس سوفت اند دروب، بحط له ايه حاجات ملينه للشمع. كمان لو كان في بريزنت اوف سيمتومز despite successful removal of sermon، انا خلاص شلت الشمع بس لسه في عندي البيشنت بيعاني من سيمتومز معينه كاني ما شلتوش، لو كان في كرونيك سيرمون انفكشن، لو كان في كونترا انديكيشن للاير اريجيشن سبيشالي لو كان في ايه بيرفوريتد اير دروم، كمان لو كان في ابنورمال تيشو ان ذا اير كانال. كده خلص عندنا الجزء النظري، فاضل بس البروسيدجر تبع البيت. شكرا.